إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على انتاج مباراة البارح في البطولة واحتجاج ترجع لها الحكم هيثم قيرات. لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، واليوم على 11 متاع الصباح يعلن مدرب المنتخب جلال القادري على قائمة اللاعبين المدعوين لمباراة برجل مونديال ضد مالي ذهابا وإيابا نهار 25 مارس في باماكو، نهار 29 مارس في رادس. غدوة باش يكون الموعد مع المقابلة التجريبية لاستعمال الفار في تونس، هذا بعد انهاء التربصات التكوينية. المقابلة باش يكون حضور ممثلين من الفيفا للمصادقة بصفة رسمية على استعمال الفار في تونس، واللي باش يكون مع بداية البلاي اوف. وفد الترجي الرياضي التونسي سافر الى بارح البوتسوانا في طيارة عسكرية. الترجي يلعب نهار السبت مباراة الجولة قبل الأخيرة من مجموعات رابط الأبطال الإفريقية ضد جالاكسي اف سي. نحكي على المقابلات المتأخرة من جولة 11 من البطولة. في المجموعة الأولى ترجي تعادل مع اتحاد بنقردين 0-0، مقابلة احتجت بعدها إدارة الترجي على الحكم هيثم قيرات، وحتى جماهير الترجي في الملعب احتجت على الحكم اللي دخل حجرات الملابس كان بعد ربع ساعة من نهاية المقابلة. في نفس المجموعة اتحاد تطاوين تعادل مع النادي الصفاقسي 0-0، وفي المجموعة الثانية النجم الساحلي في جرجيس انتصر على ترجي جرجيس 3-0، هدف بوتمان في الدقيقة الثانية، بونغونغا في الدقيقة 41، وياسين العامري من ضربة جزاء سجل الثالث في الدقيقة 75. بالنسبة للترتيب بعد اكتمال الجولة 11، في المجموعة الأولى ترجي في الصدارة 21 نقطة، المرتبة الثانية لاتحاد بنقردين 19 نقطة، المرتبة الثالثة للنادي الصفاقسي ومعاتي حتى طوين 17 نقطة، الحمام سوسة خامس برصيد 14 نقطة، المرتبة السادسة في النادي البنزرتي ونجم المتلوي 13 نقطة، والمرتبة الثامنة والأخيرة النادي حمام لمف ب6 نقاط. في المجموعة الثانية اتحاد المونستيري في الصدارة 22 نقطة، المرتبة الثانية المستقبل الرجيش 19 نقطة، الفريقي في المرتبة الثالثة 16 نقطة، المرتبة الرابعة للنجم الساحلي 15 نقطة، المرتبة الخامسة الأولمبي البيجي 13 نقطة، المرتبة السادسة الهلال الشاب 12 نقطة، المرتبة السابعة المستقبل السيمان وترجي جرجيس برصيد 10 نقاط. أعلن نادي لوزيرن السويسري على اختيار لاعب المنتخب محمد دراجر أحسن لاعب لشهر فيفري في الاستفتاء اللي صوتت فيه جماهير الفريق. دراجر اللي انتقل للفريق السويسري في أول شهر فيفري فرض روحه، لعب 5 مقابلات في فيفري كان فيهم أساسي، سجل 2 أهداف وأعطى 2 تمريرات حاسمة. أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة أن تونس باش تحتضن البطولة الأفريقية للأندية من 7 إلى 17 مايو في العاصمة في انتظار تحديد الفرق المشاركة. البارح تعرفنا على كل الفرق المترشحة ربع نهائي رابط الأبطال الأوروبية، واللي آخرها كان فياريال وتشيلسي. فياريال فاز على يوفي في إيطاليا 3-0، الذهاب في إسبانيا في التعادل 1-1، وحامل اللقب تشيلسي فاز في فرنسا ضد ليل 2-1، وأكد انتصار الذهاب 2-0. بالنسبة للفرق المترشحة 3 فرق من إنجلترا، 3 من إسبانيا، 1 من ألمانيا، 1 برتغال، أتلتيكو مدريد، بايرن، بنفيكا، ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، فياريال وتشيلسي. القرعة بتصير غدوة مع نص النهار، قرعة تخص الربع النهائي والدور النصف النهائي للمسابقة. أول مقابلة الربع النهائي تتلعب 5 و6 أفريل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.